الشخصية الفلسطينية أحيانا يحاول البعض إحاطتها بشيء من الأسطرة، الشعور بالخوف هو شعور إنساني طبيعي. عندما كنت تعمل في الميدان معتز وشعرت بهذا الخوف الذي وصفت جزءا صادقا منه، هل تخيلت بأنك يمكن أن تتراجع عن هذه المهنة، عن هذا العمل في الميدان، عن نقل الصورة للحظة، لأن الواقع كان أكبر بكثير حتى من قدرة الكاميرا على التوثيق؟ أكثر لحظة أجتني إنه خلاص ما بدي أصور، ما بدي أغطي، وقت ما استشهد عائلة يعني نحكي عنه إحنا الجبل والد دحدوح بس جزيرة الأمانة كانوا قدامي شايفهم هم حتى قبل ما هو يعرف إنهم استشهدوا، أنا شايفهم قدامي هدول عائلة الصحفي والد دحدوح، هم بعنوني شخص اللي أنا في علاقة شخصية تربطني فيهم من جميلهم بالأفراح، وحمزة الله يرحمه صديقي أيضاً. فاول ما شفت المنظر تراجعت، كان المنظر قدامي واجوا الصحفيين يغطوا وانا كنت قاعد، الخوف ملأ يعني من شعري لاصابع رجلي، تراجعت هيك يعني غبت ليومين، بس بعديها الاحداث متسارعه، بتصير عندك مصيبه بعد نص ساعه ممكن تصير مصيبه اكبر منها، فانت بتنسى اللي بدك تركز فيها، بدك تلحق تغطي، والعالم منتظر منك انت تغطي، بيستنوا الناس الحقائق، فلا برضه في الآخر فلسطين أكبر منا كلنا، أكبر من خوفنا، أكبر من استسلامنا حتى، إذا أنا رحت في غيري يعني، إحنا في الآخر 2.5 مليون بني آدم محبوسين في سجن مفتوح، وكل واحد بيحاول يقوم في دوره، وحتى صار الأطفال يعملوا ريبورتينج، يعملوا بدنا نورجي العالم، لكن للأسف يعني ورجيت العالم، طيب بعد هيك ما فرقش صراحة.